السلام عليكم، تحية طيبة لكل متتبعي شوف تيفي الأوفياء. مرحبا بكم معايا في هذا المباشر من قلب الرشيدية، من قلب مدينة الرشيدية. حنا اليوم وصلنا اتصال من هذا السيد اللي هو كفيف، حنا قدام الولاية، الولاية ديال درعا تافيلالت. هذا السيد كفيف ودار بزاف ديال المراسلات للولايه باش انه يحصل على الحق في التمويل ديال المشروع ديالو، يعني باش ما يمدش يديه باش يخدم على راسو. يعني وصلنا اتصال منه وجينا عنده على وجه السرعه ولقيناه مازال داير الاعتصام ديالو امام الولايه. انا نخليكم تسمعوا صوته هو. وسلم عبس وتولى أجعو الاعمى. اذن ملي كندوزو على هذه الايه هاد الصورة خصنا نشرحوها ونتأمنوا به، حيت ماشي غير ندوزو عبس وتولى أجعو الاعمى. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا اعاني نلقي دماء ومكيد ما يمكن انقاذه، حيت لا حيت منذ سنوات وانا افعل مراسلات مع هذه المؤسسة كفيف منذ ولادتي، ولكن لا يوجد اذن صغية. غادي نحاولوا يعني ناخذوا تصريح من السيد. انا غادي نخليه هو يتكلم معكم. تهضر معنا شويه. انا صحفيه مراسله ديال شوف تيفي اللي اتصلتي بيا. شكرا استاذ. تفضل الميكروفون وعاود المشكل ديالك باش يتسمع للمشاهدين ديالنا. نعم. السلام عليكم، تحياتي لجميع طاقم شوف تيفي والمراسله الله يجازيها بخير، ولجميع المشاهدين ديال قناه شوف تيفي. معكم يحيى بولمان من قصر مروتشا، تابع لي قيادة ملاب دائرة تنجداد الرشيدية درعا تافيلالت. أنا منذ ولادتي وأنا كفيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وللأسف تحرمت من في البداية من المدرسة. ما قريتش في الصغر ديالي، ولكن تكبرت الحمد لله بعدها قريت شوية وخذيت الشهادة الابتدائية مجموعة من المدارس، من بينها واحد المدرسة قرآنية في الدار البيضاء الله يجازيهم بخير. وهذه الوقفات اللي كندير نتيجة عن المراسلات ديالي اللي كندير لهاد المؤسسة ما كيجاوبوش معاها. منذ 2003 استفشر. نعم، كندير مراسلات هذه المؤسسة ما كيجاوبوش قبل ما تولي ولاية، كتولي عام حيت في الأول عاملات الرشيدية. أنا منذ داك الشيء 2003 استفشرت خيرا بواحد لاكريما، قال درنا واحد الطلب للرباط الأميرة الجليلة لالا مريم، رجع الطلب. المهم العاملة صفتت لنا واحد لونكيت، عمرنا الملف بأنه كاينة لاكريما معدنية. انا كنطلع انا والوالده 100 كيلومتر، حيت اللي كيعرف جغرافيا الرشيديه المنطقه ديال ملاعب تنجداد راه من هنا 100 كيلومتر الوريتور. ملي كنت صغير كنجي انا والوالده كل صباح في الصيف في الشتاء كنحط الطلب، تيقولوا لك راه غادي نجاوبكم وهذا غادي نرسلكم، ولكن للاسف تيمشي سله المهملات مع هاد الايام ديال وصافي. من تماك ما كانش خبر عليها، هذه 17 سنه هاد الايام ديال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه ويوم العالمي لحقوق الانسان، وفكرت كندير هاد الحل اللي بقى ليا، حيت انا كنموت موت الباطي. كدرت حيت انا كندير هاد الوقفات لعل وعسى تسمع الصوت ديالي. في الاول كنديرها بلا مكبر صوت بلا الميكافون، غير كندير تنجيب اللافته ديالتي كنوقف هنا، ولكن ما كاينش اللي يديها افيك. حتى كنستعمل عاد مكبر الصوت قالوا لي كتبرستوني. وواحد المره خربو هذا وطاح راه الترس هكا، وغير خديته وسلفته عند واحد السيد ماشي ديالي للاسف. المهم
دابا حاليا انا ديك الوقيته كنت استبشرت في الخير ديك الكريمه وهذا ولكن ما كاينش اللي زعما يعطيك خبر عليها، مازال ما جاتش واحد اللجنه وهذا، مازال ما هذا ما كاين والو، هذا يوميا غير شفوي زعما ماشي شي هذا. طلب المقابله كان ديرها السيد الوالي والسيد العامل قبل ما تولي ولايه، للاسف ما عرفش علاش ما كيتجاوبش معايا، داكشي علاش حسيت شويه بواحد الحقره ولا هذا. هاد الايام هادي شي 3 شهور درت واحد الوقفه، المهم تلاقى معايا وقال لي 15 يوم غنعيط لك، ولكن شحال من 15 يوم دازت مازال ما عيطش. كان يا مثلا انك ترجع البصر ديال ما حاولتيش دير عمليات ولا شي حاجه قرب عطيك الميكروفون. مني كنت في واحد المدرسه القرانيه في الدار البيضاء، حيت ديك الوقيته باش كنت صغير ما كنمشيش للمدن الكبرى، حيت مني كنت في واحد المدرسه كنت تنطلب العلم، لقيت واحد المدرسه في الدار البيضاء، قرفت الدكاتره اللي في هذا الدكاتره في الرباط والدار البيضاء، المهم عطاوني قالوا لك خصك تمشي لفرنسا، العلاج ما عندكش هنايا في المغرب. نعم ايام دفعت جوج فيزات لواحد لبيطال في فرنسا كانز 20 في باريس، واحد كلينيك تماك، دفعت جوج فيزات ولكن ترفضوا لي حيت لي ما خدامش، والحاله كان راك كندير غير داك هذا الرابور ديال الطبيب والرونديفو ديال اللي هو هذا، ما خدامش، تترفض لي الفيزا. واحد المره واحد الصديق ديالي قرر قال لك مادام كترفض لك الفيزا تمشي لاسطنبول، راه حتى هما زعما هذا يقدروا يديروك معاه، ولكن مشيت لتماك طلبوا لي واحد الثمن خيالي، ما يمكنش هذا 135 الف اورو، هذا شويه وكبير بالنسبه في حالي والعائله ديالتي، راه كبير عليهم المحيط ديالنا، ولكن عند الله كل شيء ممكن. شنو هما المطالب اللي على وديتهم كدير هذا الاعتصام؟ انا المطالب بغيت مع يوم العالمي غدا ان شاء الله لحقوق الانسان، حقوق ديالي تانا تكون عندي واحد المدخول الدخل. درت جميع الحلول، عطيت لهم جميع الحلول كمثال منذ 2015 درت لهم واحد مشروع ديال التعاون الوطني، داك اللي خرجت الحكومه صندوق التماسك الاجتماعي. المهم دست في لانابيك، دست في اللجنه الاقليميه، راه داز ما قنعتهم بانني يمكن نسير المشروع واخا ما كنشوفش، ومشى للمركز ديال التعاون الوطني اللي هي في الرباط، ما مازال ما رجعش. هادشي اللي كيقولوا لي المديريه ديال التعاون الوطني هنايا، نتمنى شي ضمير شي واحد يحركوه لعل وعسى نولي منتج وهذا. واحد كيش كمثال استاذه دابا عوضا ما نوقف هنا ندير لي ضرب، نقدر انايا واحد كيشك في اي جامعه، ماشي كاع في الارصاد الاقليمي ولا في الصحراء المغربيه، نمشي كاع يعطيو لي كيشك في العيون، انا نمشي نتماياك مترو على مترو ونبيع ونشري ونولي منتج ومفيد للمجتمع، ما نوليش مستهلك وما نبقاش على الناس، ما نبقاش هكا. واش هذا الا بقيت هذا، انا ما نقدرش نساعد، ما نقدرش نخدم شي خدمه ديال البني حيت ما كنشوفش، ما نقدرش ندي الا بقيت هذا غادي نموت موت الباطي. اذا بنادم اللي ما تكونش ما عندوش الوجه باش يسعى، ما عندوش الوجه باش ما عندوش القدره باش يكون خدام، ما عندوش هذا وما عندوش المدخول، راه غادي يعيش موت الباطي. اذا قررت زعما لا نذكرهم بهذه الطريقه، ولكن هما ما استحملوش مني، جبت هذا مكبر الصوت، ما بغاوش، قالوا لك صافي انت هاد الخطابات اللي كيعطيوني دابا صافي درتي لي ضرب ما يمكنش لك، ومن 2003 ما يمكنش ليا حتى درت لي ضرب، زعما جواب اللي لقيت عندهم بانني هادي شي قلت شي 5 د الاعتصامات ولا 6 د الاعتصامات، 5 لا ما كان ماشي 2013، هادي غير هادي قبل كورونا وشي 4 بعد الحجر الصحي. ما دوك مراسلات شحال من مره رسمتيهم؟ مراسلات غادي نوريك جزء منهم.
استاذه اذا ممكن طلب مقابله زعما علاش ما يديروش. بغيتي غير تقلبهم تنذكر لهم الا غادي تقرا لك تماك وتصورهم للمشاهدين. الدراسة راه فيها شهادة الإعاقة اعتقد. شوف طلب مقابلة شحال شحال من طلب هذاك راه فيه اكيزيد باش خضوها زعما دير سبسيون السيد الوالي زعما تلاقى قبل معاه طلب المقابلة هذا كان في 28 شهر تسعود مازال ما كان راه غير هذوك الجداد اللي أركاني 23 شهر 11 2020 هذا واش هذا راه كان التاريخ 12 نوفمبر غير جداد هادو راه باقي قدام تاريخ 26 اكتوبر 2020 غير قدام هذا الدراسه اللي عطيت لهم دابا مع درت حتى مقاول طلبات ديال المقابله ما المشروع ايه ايه الدراسه الاولمبيك وراه فيها الشهاده ديال الاعاقه ديالتي الا ما نسيتهاش في الدار لا لا هي الشهاده ديال الاعاقه بانني ديال وزاره التضامن والاسره نظرا خبرتي يحتاجون دائما للمرافق يحتاج ولكن عندنا الله سبحانه وتعالى هو المرافق. والدراسة ديال المشروع عطيت لهم واحد المشروع زعما باش قلت لهم حيت درت حتى مقاول ذاتي هاد الايام الا كان دير المقاول ذاتي باش نستعمل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باش نستفد في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيت كتمول المشاريع سيدنا عطاها للفقراء والمحتاجين وهذا دارها ولكن ما هنايا للاسف شكرا استاذه راه الكارت ناسيونال ديالي وراميد ومقاول ذاتي زعما قلت زعما نسير لهم الموضوع مشروع نسير ديال البطاقه ديال المقاول الذاتي درت هاد الايام قلت زعما ندير السبب حيت المبادره الوطنيه حاملين مشاريع خاصه في المبادره الوطنيه وكندير لهم زعما الطلب على الدراسه كل شيء موجود ولكن للاسف هاد الساعه مازال ما كاينش الجواب والله ما كاينش حيت الثم الكبرى لا ما كاينش كاع نهائيا كيمشي لسله المهملات ما كتحاولش تتبع مثلا الملف ديالك ديك المراسله اللي كتبعت ما كتحاولش كنمشي هذا حيت عندنا ما عرفتش واش جميع المؤسسات هذا كنمشي لبيري دور درفين حطيت الطلب كيقول لك راه في مدير الديوان مدير لا كنمشي لمدير الديوان تيقول لك راه درناك في الطابلو وتحيد ما عرفتش ما كيقولش كالمبرر لا ما كيقولك علاش تيعطيوك هذا راه درناك في الطابلو وصافي. شنو المشروع اللي باغي دير؟ المشروع اللي باغي انهم يعاونوك في التمويل ديالو في اطار الصندوق ديال التماسك الاجتماعي. هذا المخبزة عادية كيمولوك في 60,000 درهم وكدير واحد الفران وكدير له واحد جوج خدامة وكتخلص لهم وتيشيط لك واحد شوية حيت درت له الدراسة حتى هو زعما ممكن ينجح. وممكن تولي منتج ديك الوقيته وغادي تتزوج حتى انت وتكون اسره ديالك بعيدا عن هذا الشيء ديال طلع وهبط وهذا عندكم في الاسره غير انت المعيل الوحيد الوالد دابا ما كيشوفش حتى هو فاقد للبصر يعني انت والوالد والاسره لا كاينين الاخوان كل واحد اللي تزوج راه في كاين واحد في الداخله خدام عادي على ولادو كاينين شي وحدين حتى هما كاينين الاخوان بعض المرات ولكن خدامين خدمه عاديه هذا يعني ماشي لدرجه يقدروا يساعدوك لا مي الى داروا معاك لوجيست راه بعدا مزيان حتى هما هي حتى هما بعدا كاين انت والاب ديالك والاخت لا دابا حنا في الدار
عيالات جوج عيالات خوتي والاخوان ديالي في جوج ولادهم والوالده والوالد. لا 9 ديال الاخوان. 9 ديال الاخوان. لا 13 وتزوج وثلاثه. حنا 6 د الخوت. يعني التوتال المجموع. حنا في 9 ولكن ماتوا 4. ماتوا 4. ماتوا 4. اي وكاين حتى واحد المكفوفه اختي ارمله في نواحي كراندو هذا في الريش. حتى هي ارمله عندها 4 د الوليدات، جوج وليدات وجوج بنيات. انت بغيتي هذا المشروع باش تعاون الاسره ديالك؟ لا نعاون الاسره ديالتي وتينا تكون عند وين تينا نتزوج. علاش لا؟ حيت ممكن الانسان واخا مكفوف ولا ما كيشوفش راه يقدر حتى هو يسير المشروع ويكون الاسره ديالته وهذا وبعيد عن على الناس، حيت ما بغيناش المقاربه الاحسانيه، ما بغيناش هذا، فهمتي؟ بغينا حتى حنا تكونوا بالكرامه ديالتنا ونولي منتج ونفعوا حتى حنا المجتمع. علاش الكاسك دابا اختي زعما كاع؟ واش مستحيل الكاسك؟ مستحيل الكاسك مترو على مترو؟ كيوسك هذاك كيوسك مستحيل؟ ماشي مستحيل عند الدوله بالمؤسسات ديالها وبالمؤسسه الولايه ديال، ماشي مستحيل. لا هذا غير قلت لك زعما هاد لوجيست ديال الكيوسك انا يقدر بنا ونولي منتج ويتهنى ونتهنى انا حتى انا غادي نستافد ونرتاح حتى نفسانيا وهذا. دابا راه كان ربما كاع دير العمليه يعني وقت ترجع البصر ديالك قدر هي، ولكن تنشوف داك الشيء مع كنشوف دابا راسي راه كنحسبها شويه هذيك مستحيله، حيت ما عندكش اليد القصيره. اليد القصيره من يكون عندك اليد القصيره وده هذا نزال شي جمعيات في فرنسا يقدر يمشي يسولو في هذا وفي ذاك الكلينيك ديال كنز فان في فرنسا و الى كاين شي لا لا واش شي واحد شي مساعده عنده هذا شي ضمير الحي ساعدنا في شي جمعيات ولا شي حاجه هذا باش ندير العمليات تا انا ونخدم البني ولا نخدم شي حاجه غير نشوف راه نقدر نخدم شي اي حاجه كاع اي حاجه صعيبه على اي انسان في البشر. لو كان رجع ليا الشوف ديال البصر ديالي اي حاجه كاع في 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 صعيبه على البشر في الارض راه نخدمها انايا اي حاجه. نهبط البير يعني مناش كيعاونكم كيخدم ولا شنو؟ لا الوالد دابا ما كيشوفش دابا صافي مشى خدم. ايه الاخوان ديالي هذوك الاخوان شي مراش ايوه هما مزوجين مزوجين يعني دابا في الدار بقيت انت والاب الالات اييه وواحد كل وهذوك الاخرين شي واحد مشى للداخله شي واحد مشى الوالده حتى هي مراه كبيره هذه كتخدم هذا الشيء ديال قصات معك بزاف يعني مسكينه والله الا حتى الصباح حيت باش طلع 100 كيلومتر انا خرجت دابا من نص ليت الفجر من نص ليت الفجر قالت لي الله يجيب لك اللي وصل لك الهضره ديالك يعني من 7 الصباح انت قدام الولايه انا من 7 لقيت واحد بقيت ليه في البلاكه حدا البلاكه قالوا لك حيد من البلاكه حيد من هنايا حيد من هنايا لا واحد كان احترموك حيد من هنايا ما كان عندك اللافته ما تبقاش هنايا صافي وجيت لهنايا راه انت كتبقى مازال يعني امام الولايه تنحقق شي حاجه هنايا يعني ما كتشوفش الطريق ما كتعرفش عندي هذيك العصا عندي هذيك العصا كنسول الناس كمثال كنهبط في الكار هكا في المحطه كنسول الناس فين جات العماله فين جات وتنستعمل هذه الكاميرا ترس ليا دابا ملي كنركب الرايه كان يركب الراية وهذا راه ترسات لي هاد لاكام ديال المكفوفين ودابا هادي رسالة بغيت نوجه واحد الرسالة للناس اللي عندهم الضمير الحي في المؤسسات في المسؤولين اللي عندهم الضمير الحي تاينا راه هادي المناسبة النت العالمي تيحتفلوا الناس بحقوق الإنسان وأنا كنعاني بغيت حتى انا نحتفل حتى انا بحقوق الانسان ونمشي نشرب قهوه ديالتي ونحتفل ونهضر وندوي على الحقوق ديال الانسان ونقول حتى انا بانني داز الحقوق وهذا ولكن الساعة ما كان ما كنحتفلش بحقوق الانسان انا مازال كنعاني انا كان
حيت انا مازال كنحسب واش انسان من الدرجه الخامسه ولا انسان من الدرجه السابعه، ولا واخا ما عندناش في الدستور ديالنا التمييز ولا هذا، ولكن هاد المؤسسه نتمنى الله يهديهم باش نتمنى باش يوصل صوتي لاهل الضمير الحي. شنو هما المطالب ديالك اللي باش يعني باش توصل ليهم؟ بقيتي الباب ديال شوف طيب، شكون هما المطالب ديالك؟ المطالب ديالي النساء هو كمثال هاد الشيء اللي في لافيتا، هاد المصير ديال هاد الكريمة ديال 2003 فين مشات، والعملية إلا كاينة شي جمعية، العملية ديال العلين راه عندي كامل جميع التقارير الطبية وهذا بجميع كل شيء، بالرابورات ديال الأطباء وكل شيء، التشخيصات ديال الأطباء ديال الدار البيضاء وديال في الرباط، والرونديفو اللي في فرنسا راه خديته ولكن دفعت فيه جوج فيزات ما عطاونيش، وشي كاشك كمثال كاشك اختي دابا كنطرح السؤال مع راسي صحابني واش انا مسؤول، تنقول راه جا شي واحد طلب ليا كاشك، تنمرض تنشوف دابا درت الطلب ديال الكشك وما عطاوني مترو على مترو مترو على مترو في الباديه كاع ولا في الجبال ولا في، انا نعرف اش غندير حيت واخا ما كنشوفش لا، ولكن لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور، صدق الله العظيم. واخا هذا راه غادي نولي منتج، راه غادي ننفع المجتمع الناس ما بقاش مستهلك وعلى الناس، حتى الثم الكبرى دابا راه بنادم مشى للكبر، راه حتى هو 35 سنة 34 سنة، حتى هو بغى يكون أسرته ديالته، بغى يتزوج، بغى يولي منتج، بغى بزاف ديال، نتمنى الصوت ديالي تسمع أختي، نتمنى الصوت ديالي تسمع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا، جزاك الله خيرا أختي، تحياتي لكم. مشاهدينا نتوما سمعتوا القصه من لسان ديال سيحية، كنتمنوا كما كنقول ديما كنتمنوا الصوت ديال هذا الشريف يوصل، كنتمنوا ان الناس اللي في الولايه يستقبلوه، لما لا حتى انهم غير يعني غير يرضيوه غير نفسيته، حيت هو باغي غير مقابله، باغي غير يتلاقاهم ويعود على المشكل ديالو، يمكن هذا الشيء غادي يريحه هو نفسيا، يمكن يقدروا يساعدوه لما لا. اذا كنتمنى الصوت ديال سيحية يوصل، وان شاء الله يا ربي تخلق ليه حلول.